قتل 3 جنود أتراك وجرح 2 في ضربة جوية في محافظة إدلب شمال غربية سوريا، لترتفع بذلك أعداد القتلى في صفوف القوات التركية إلى 21 وفق ما أعلنته وزارة الدفاع التركية. تزامنا مع ذلك، إعلان مسؤولين أتراك ومن المعارضة السورية عن تقدم عسكري لقوات المعارضة في ريف إدلب. وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قد أكد أن تركيا لن تتراجع قيد أنملة في إدلب شمال غربي سوريا، حيث تتصاعد المواجهات بين الجيش التركي من جهة وقوات النظام السوري والروسي. أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ليست لديه خطة للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 5 مارس آذار المقبل. وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن جدول بوتين لا يتضمن حتى الآن لقاء من هذا النوع. وكان أردوغان أعلن أمس أنه من المرجح أن يلتقي بوتين في اسطنبول الأسبوع المقبل لإجراء محادثات بشأن تطورات الوضع في محافظة إدلب السورية. وكان مراسلنا أفاد بأن طائرات النظام السوري استهدفت القوات التركية المتمركزة في بلدة بليون بجبل الزاوية جنوب محافظة إدلب، مشيرا إلى أن القصف أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات التركية. تأتي هذه التطورات بالتزامن مع إعلان قوات المعارضة السورية استعادة سيطرتها على مدينة سراقب الاستراتيجية في محافظة إدلب بدعم من المدفعية التركية، كما تمكنت من فك الحصار المفروض على نقاط المراقبة العسكرية التركية الأربع المحيطة بالمدينة. نحن الآن على أطراف مدينة سراقب، والتي استطاعت فصائل المعارضة استعادة السيطرة عليها بعد معارك عنيفة مع قوات النظام. معارك عنيفة جدا أيضا تدور في محيط المدينة، شاركت المدفعية التركية بمساندة الفصائل بالقصف المدفعي غارات للطائرات الحربية الروسية تستهدف مدينة سراقب ومحيط المدينة بسبب تقدم قوات المعارضة. معارك عنيفة جدا في محيط المدينة، تشهد منطقة جوباس جنوب المدينة معارك عنيفة جدا مع فصائل المعارضة وسط تقدم لفصائل المعارضة التي قامت بقطع الطريق الدولي M5 القريب من المدينة. أيضا تدور اشتباكات على الجهة الغربية من مدينة سراقب، تحاول الفصائل التقدم باتجاه قرية جوباس القريبة من هذه المدينة بعد سيطرتها على بلدة الترمبة القريبة من هذا المكان. اشتباكات عنيفة جدا تدور، ويقول قياديون في المعارضة أن مدينة معرة النعمان هي أحد أهداف هذه العملية العسكرية التي تشنها بمؤازرة القوات التركية. خالد البي، العربي، من محيط مدينة سراقب. إعلان المعارضة السورية سيطرتها على مدينة سراقب يعزز فرص سيطرتها الكاملة على محافظة إدلب نظرا للأهمية الكبيرة التي تتمتع بها المدينة. نتعرف على عمقها الاستراتيجي في التقرير التالي. سراقب بعد النيرب تعود إلى سيطرة المعارضة السورية، لا تطوى الخرائط ولا تغفرها الأعين، ومواطئ الأقدام تتغير مستبقة للاتفاقات السياسية. سراقب التي يتنازعها الطرفان النظام والمعارضة في الشمال السوري منذ أسابيع تمثل أكثر من مدينة، فمنها يمر الطريق الدولي M4 الرابط حلب وحما باللاذقية، وM5 الذي يصل حلب بدمشق. دخول المعارضة السورية إليها يعزل حلب العاصمة الاقتصادية عن تلك الطرق الحيوية، ويمنع قوة النظام من الوصول إلى الساحل، ويفقده حبل الوصل بين شمال البلاد وجنوبها، ولا يمنع من الوصول إلى قلب إدلب إلا نحو 17 كيلومترا. بالنسبة إلى تركيا، سراقب تضم 4 نقاط مراقبة من بين 12 نقطة المتعلقة بمناطق خفض التصعيد لا تريد أنقرة المساس بها، وتهدد إن جرى التعدي على بعض من اتفاق سوتشي فإنها لا تؤخر خيار المواجهة مع روسيا حليفة النظام السوري هناك.
إلى ما وراء نقاط المراقبة، يريد الرئيس التركي تأخير قوات النظام السوري على خريطة إدلب. عد وعتاد تدفع بهما أنقرة على الحدود بينها وبين سوريا وعلى مداخل إدلب. تطور سراقب والنيرب يبعد حلم السيطرة الكاملة للنظام السوري على المحافظة، ويرغم الأطراف الدولية على العودة إلى التلطي الدبلوماسي لنيل المآرب المرجوة من أرض الصراع الملتهبة منذ قرابة عقد من الزمن. يلتقيان الروس والأتراك مجددا. أنقرة تستقبل وفودا عسكرية واستخباراتية روسية مطالبها واضحة: تركيا، وقف النظام السوري هجماته على المنطقة وانسحابه إلى ما بعد حدود اتفاق سوتشي. لا يسمع رد واضح من موسكو. وحدها الخرائط ربما ترسم الإجابات الفاصلة. من اسطنبول ينضم إلينا مراسلنا عدنان جان. عدنان، ما الذي حملته كلمة أردوغان اليوم في أنقرة من رسائل للداخل التركي؟ وهل أسفرت المحادثات بين الوفدين التركي والروسي اليوم الثاني عن تقدم؟ ريما، بالنسبة للمحادثات بين الوفدين التركي والروسي هي انتهت قبل نصف ساعة من الآن، وحتى هذه اللحظة لم يرشح أي معلومات من وزارة الخارجية التركية حول إمكانية التوصل إلى تسوية بين الطرفين. ننتظر ربما صدور بيان من الخارجية التركية يؤكد إمكانية التوصل إلى تسوية، أو ربما مواصلة هذه اللقاءات يوم غد الجمعة في العاصمة التركية أنقرة. بالنسبة لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم عاد وأكد بأن بلاده ماضية قدما في خططها بالنسبة لمدينة إدلب، وقال بأن الأوضاع الآن انقلبت لصالح تركيا هناك، وأن هناك 3 قتلى من الجيش التركي، لكن مقابل ذلك خسائر النظام السوري كبيرة في العمليات العسكرية التي يشنها الجيش التركي ضد قوات النظام السوري في مدينة إدلب. المحادثات السياسية ما زالت متواصلة. أردوغان اليوم لم يغلق الباب أمام هذه المشاورات السياسية مع الجانب الروسي، قال هي متواصلة وسوف تبقى تتواصل خلال الفترة المقبلة، في ظل الحديث عن إمكانية عقد لقاء ثنائي بين أردوغان وبوتين، رغم نفي الكرملين ذلك، إلا أن هذا الموضوع ما زال مطروحا في تركيا، لا سيما في ظل تصريحات المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية عمر شريك، الذي قال أن موعد هذا اللقاء قد يتغير، لكنه ما زال مطروحا وقائما على أجندة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. التعزيزات العسكرية إلى الداخل السوري متواصلة من قبل الأتراك. وزير الدفاع التركي اليوم أكد بأن هناك بعض التوافق مع الجانب الروسي حيال بعض النقاط، لا سيما استخدام المجال الجوي السوري وفتحها أمام الطيران الحربي والمدني التركي. وزير الدفاع قال أنه يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق مع الجانب الروسي ينهي المأساة هناك، لكن على ما يبدو هناك خلاف كبير في وجهات النظر، ونحن الآن أمام 72 ساعة فقط من انتهاء المهلة التي حددها الرئيس التركي لشن عملية ضد قوات النظام السوري في حال شكرا جزيلا لك عدنان جان من اسطنبول. وعطفا على ما ذكرناه بخصوص المحادثات بين الوفدين التركي والروسي، وزارة الخارجية التركية تعلن أن المحادثات مع الوفد الروسي أسفرت عن ضرورة الاتفاق على وقف لإطلاق النار بسبب المعاناة الإنسانية والهجرة والنزوح الجماعي من محافظة إدلب. ومعنا من أنقرة الباحث السياسي جاهد طوز. أستاذ جاهد، يعني الرئيس بوتين أو على الأقل كما يقول الكريملين ليس في أجندته القريبة أي لقاء ممكن مع الرئيس أردوغان، كيف يمكن أن تقرأ أنقرة مثل هذه الرسالة؟ أنا باعتقادي الشخصي أخي الكريم، هذه الرسالة أو تصريح هذا أعتقد هو تصريح مجرد تكتيكي بالنسبة إلى روسيا. كما تعرفون روسيا عندها خبرة كبيرة بخصوص بعض متابعة السياسات من خلال بعض التكتيكات مثل هذه، لأن الملفات بين تركيا وروسيا ليس مجرد ملف إدلب، وإنما هناك كثير ملفات هناك موافقة كبيرة بين تركيا وروسيا على هذه الملفات، فلذلك علاقات تركيا وروسيا أكبر بكثير من ملف
ملف إدلب. ولكن موسكو على الأقل الآن موسكو بدأت تتحدث على الأقل وزارة الدفاع الروسية عن استهداف الجيش التركي للطيران الروسي العامل في سوريا. للأسف الشديد طبعا روسيا عندها أجندة خاصة بخصوص ملف سوريا، ومن ضمن هذا الأجندة أخي الكريم واضحة، روسيا تريد أن تبقى بشكل مستمر بداخل الأراضي السورية، وأيضا سيطرت نظام من خلال دعم روسيا إلى مدينة إدلب معناه نصر أو إعلان نصر روسيا والنظام ضد يعني بالناحية السياسية وبالناحية العسكرية ضد الآخرين، وهذه الأجندة واضحة أصبحت واضحة عند تركيا، فلذلك التصعيد بين أو توتر بين العلاقات في علاقات تركيا وروسيا السبب الأساسي ظهور الأجندة خاصة عند روسيا بخصوص هذا الأمر. والنقطة الثانية كما تعرفون هناك كثير من الاعتراضات من دول أوروبية، تحديدا من دول أوروبية والولايات المتحدة الأمريكية بخصوص عما يحدث في الإدلب، وروسيا من خلال هذه التصريحات تكتيكية عم تحاول أن تضغط على تركيا حتى تتنازل، ولكن تركيا هناك خطوط حمراء بالنسبة إلى تركيا، وأيضا هناك اتفاقية سوتشي واتفاقية إدلب، وتركيا تطلب من روسيا أن تلتزم بهذه الاتفاقيات، وأيضا هناك خطة عند تركيا طرحت عليك ذاك السؤال لأنه عدا قصة المجاملات الدبلوماسية والشراكة الروسية التركية التي هي أكبر من أي مشكل، يبدو الطرفان وكأنهما عدوان لدودان خاصة في الملف السوري والليبي. الرغم طبعا الظهور حاليا بهذا الشكل، ولكن رغم هذه الصورة القنوات الدبلوماسية وأبواب الدبلوماسية بين تركيا وروسيا مفتوحة للغاية، وهنا كما قلت في هذه المرحلة واضحة روسيا تحاول أن تضغط على تركيا، وأيضا في نفس الوقت تبقى تركيا معها بخصوص ملف سوريا تحديدا وملف ليبيا أيضا، ولكن كما ذكرت قبل قليل هناك أيضا خطوط بالنسبة إلى تركيا، وتركيا تطلب من هذه الأمور من روسيا، وتركيا لن تلتزم بهذه الأمور حتى لو يصل الموضوع إلى المرحلة صراع عسكري أو نقول الحرب بمعنى الكلمة بداخل أراضي سوريا. واليوم نحن نشاهد هذا للأسف الشديد، الغارات من طرف روسيا وأيضا العمليات العسكرية التي يقوم بها نظام سوريا، إعلان حرب بمعنى من آخر ضد تركيا، وتركيا من ضمن حلف الشمال الأطلسي ضد حلف الشمال الأطلسي، ولكن استمرار بهذا الشكل أمر مستحيل. فقط كما قلت نحن الآن في مرحلة تكتيكية تأتي بها روسيا بخصوص ملف سوريا وأيضا ملف ليبيا. الباحث السياسي جاهد طوز حدثتنا من أنقرة، شكرا جزيلا.